سمعنا؟ كان سمعت. ايوا ان شاء الله ما بقاش بزاف ويعفونك الله من هذا الدوران معايا. هذاك هو النهار الكبير اللي نجمع انا وياك تحت مسقف واحد. ياك بعدا. ولا لا وفيت بالعهد ولا لا؟ وفيتي بيه ولكن ماشي كامل غير النص. شنو هو النص الاخر؟ النص الاخر هو داك الشيء اللي موعدني بيه. ولا صافي غابغي شي المعقول وتنسى داك الشيء. منال وعدتك كنشري لك طوموبيل غنصبري شويه وغناخذها لك ان شاء الله. اها وثلاثه البراسليات ديال الذهب والكولي. منال كتبني سبحان الله كلشي يجي في دقه راه بزاف راه كل حاجه كتجي في وقيتها. انا ما كنبغيش نقصر عليك حبيبه ولكن ها كنفكرك علاش وليت نصح حيت نتوما الرجال انا ما بقيناش كنقولوا لكم حاجه ما كديروها. شوف منال عمرني نسيت وعارف داك الشيء اللي باغي ملي غادي ان شاء الله نشدو غنجي لعندك. عارفك ما كتنسانيش ومكبر بيا واي حاجه كتعطيها ليا. انا لا يحاشمني هادشي اللي غنقول. يا ربي امين. من هادشي كامل هادشي اللي قلتي انتيا راه غير كماليات راه خاصنا الصح. الصح غادي نديرو الكماليات هما الحلاوه ديال العلاقه. اه بون لا كضربي على راسك بزاف. لا لا كنضرب علينا بزوج. لا باينه ملي ضربتي على البراسلي والذهب الموبيل. اسمح لي اسمح لي بجوج. تخيل معايا نكون انا وياك غاديين معروضين شي نهار عند عائلتك ولا شي حاجه ونهز يدي بحال هكا وجبال ثلاثه في براسي يقول لك تبارك الله مهلي في مراتو مراتو ما خاصها حتى خير. لا المهم شي زيدي وقلتي لها قبيح حتى انت خليها راه هي الاولى مسكينه راه مرا كبيره وجرى الكروسه. سمعتيني المهم اللي غادي يوجدوا غنجيبو بلا ما تصدع عليا راسي وسيدي بالله. ياك دابا وليت كنصدع لك راسي. سيدي سيدي تعاونوا من مسكينه بلاتي المهم نعاونوك بلاتي. شكون كتفكري بوحدك مالك؟ خليها على مروان كنفكر الوالده قالت لك هي محتاجه شي فلوس باغا تصايب بهم شي حاجه في الدار ما فهمتش انا كيسحبوك في كازا بحال انت راك مكحلها فلوس. والله العظيم شي فهاد الوقت شحال من واحد مسكين خدام ومسمي عليه خدام. انا مسمي عليا خدامه او عاد كنتخلص من هنا كنحيد لي داكشي اللي غادي نحتاج ترونسبور وماكلة وبعد مرات خالتي كندور معاها واخا ما كتبغيش واللي كيبقى كنصيفطو ليهم. عرفت بزاف عندك ما دير الصبر والديك هادو واش غتلوحيهم؟ لا راه غتصيفطني مار قليل تيجيب الله لك الشيء والله العظيم. مروان راه هذاك القليل هو المشكل راه حنا كنشدو القليل دابا انا كنصيفط لهم كل شهر انا براسي ما جمع حتى شي حاجه اشنو غنجمع عندهم هما راه كيصيروا كيعيشوا بداك الشيء اللي كنصيفط انا. الصراحه صعيب الحال وفي هذا الوقت اللي كيخليك تجمع هو الصالير اما الا بقيتي كتقول لا خصني نجمع وخصني ندير ونفعل المعيشه غلاه كلشي تاكل كلشي تشرب كلشي تلبس كلشي تسقي لدارك شحال خدامه. والله عمرنا نربي الريش انا بعدا خويا عمري نربي الريش مع دار ديما خاصهم ديما خاصهم بحال انا ساكنه خدامه مزيان حاولي قلبي على شي خدمه اللي غتزيد شويه في الصالير باش المستوى المادي ديالك والمعيشه يتزاد. عمره ما يتزاد شي ما واخا يتزاد كاع راه حيل هي هي راه غادي نشدو من هنا غنصيفطو للدار من هنايا اش غنربح انا اش غنخلي ليا انا. صراحه الله يصور صافي وبعدا انت عندك ورقات كيتمساك الليل خدامين في الحي الصناعي لا ورقه لا جوج خدامين بتمارة من 7 الصباح حتى 7 العشيه على قبل 2500 درهم. باش فاتي لهم مروان فاتي لهم بالصبر راه حنا راه شويه القرايه ديالنا اللي نفعاتنا كون ما كناش قاريين كنا حنا بحالنا بحالهم. والله يصبر ودي فاطمه نزار المهم انا والله ما لقيت لك جهد راه ما عنديش فاك عارف انا كنبري كول ولا مره ملي كنهضر معاك كنعاود نشكي لك هما تقول لي هذا الشيء جبتي انا كيبقى فيا الحال ملي كنشوف سنتي مخصوصه وممحله. انا شوف فكرت في واحد الفكره كنشوف شي خدمه اخرى بالليل نخدم خدمه بالنهار. اه شنو ديري في الخدمه بالليل؟ ما عرفتش المهم نخدم واحد ساعه ولا ساعتين نجي ما كنقابل شي مره كبيره ولا شي حاجه بحال هكا ولا كانت بحال هكا مزيانه فاطمه تعاوني راسك. المهم يلا خليت لك الراحه. انت كتجي ما كتشربي والو وكتمشي. كنشرب ولا نمشي راك عارف خالد ما بغاش يبقى يقول لي خارجه كنتي معطله خليت لك الراحه. يلا سيري سلمي عليه. لا حول ولا قوة الا بالله حتى واحد ما لقاك يبغاها. الوالدة؟ اه كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. صحابي خير؟ اللهم لك الحمد. مزيان هادشي اللي بغيت كتكوني بخير وعلى خير. ولا بغيتي نكون بخير وعلى خير ولي دخل داركم بكري. ربي السلامة من نهار اللي خطبتي ديك ملال وانت لا غدا نشوفوك لا كاسكروت نشوفوك لا عشا نشوفوك مالك؟ امي راكي عارفة حنا راه باقيين يلا جداد صافي ولا سير جيب الدريه لداركم وبرك تبت وحصن. انت مو باغا تربطيني سبحان الله مالك اشنو بغيتي؟ مزروبه عليا قاعدي ماشي هادي عمي راه كعارفه كنخرج انا وياها ندور انا وياها شويه واش مالي مقصر ما نجيش بشي حاجه. هو انا بغيت الولد يجلس معايا واش انا ما نشوفكش داير كي الهلال ديال الشهر تخليني ناعسه تجي تلقيني ناعسه
واش تسرق الزيته نخرج للتماره تنقلب على راسي امي وملي كنسالي راكي عارفه المهم ملي كتسالي ما تجيش تشوف امك اش خاصها ما تجيش تشوفني انا ما عيط لك كتقول لي ما خاصاني والو عيط ليا تعيط لي انا مجاوره معاك تكلم السيد واخا الوالده لالا ما تقلقيش مني دابا ان شاء الله غنجيو للدار وندير لكم المشاكل والصداع انا بغيت اسيدي بغيتهم هذوك المشاكل بغيتهم انا عطليني بهم دوك المشاكل المهم عاجي اخويا وعمر عليا الدار انا اللي خايف ماشي انت انت راه باغه ليا انا اش خايف ما ماشي شي حاجه لا 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 العقول ليا مناش خايف من شويه شويه بحال اللي تراجعتي بحال اللي ندمتي بحال لا لا والله ما ندمت امي ضحكت معك والله اجمع راسك سير انا ما بغيت فين غادي تاني؟ والدار ما عندي فين ما خارج ما والو هادشي على خرجتي اليوم او الله تغلب بجلابتي نخرج رجلي برجلك يا راه تنشوفك فين كدور انا بقى دايره يدي في يدك وديع انا دايره يدي في يدي داك الحبيب الغالي غنيع هو اللي زدتي فيها وليدي تبع قاعد شدك الشداده في الدار شكون؟ نقول لها انا راه يلاه صيفطت لك تقول لي انت سوقك بنتي هذيك الناس راه كتخلصوا في الاخر ديال كل شهر ما يمكنش غنصيفط لها في الاخر وصيفط لها عاوتاني في الاول راه بزاف عليا انا وليت حاسه براسي خدامه غير عليهم ما كنجمع ليا انا حتى شي حاجه واش بغيتي بنتي هي مصيفطك سياعه باش تخدمي باش تعاونيها اش غديري ما عندك ما غديري ونعاونها ما كنا عيب ولكن ماشي لوح الحمل كله عليا وبنتي هضري معاها ملي تعطيها قول لها امي غتبقاي من شهر شهر صيفط لك ولا بغيتي صيفط لك كل مره قسميهم ليها انا غتقول لي جمعي حوايجك ورجع في حالاتك وانا خالتي العربيه ما نكذبش عليك ما نقدرش نرجع ليها ولفت العيشه هنا واش غديري غتصبري بنتي ولكن خليني دابا ندوي معاها نقول خليها تمشي عندها راه ماشي خدامه ماشي خدمه واعره ملي غنمشي عندها ان شاء الله غندوي معاها جاوبي باقي تستاق خليك ورا جو خرج اش غدي من هو ديالك الزواق جو خارج انا قلت والله على معاود ثاني دخلي ما نكذبش عليك انا راه كتعرف كوزينه زيده بنتي زيده كنوجد واحد شويه مسمن تعالي خرج صلي عليه بعدا واش كاين في البيت اويلي بنتي ما تقوليش هكا راه كيمنساني تي بعدا داك يجيب لي داك الليل تبركي معايا وتمنسيني وتبقاي باركه معايا ما هو راه يجي يلقاني ناعسه ويخرج يخليني ناعسه شوفي شوفي ربما انا قلت له خرج شوفي واش كاين في البيت صافي كاين في البيت سيري خليني نعمر كازيناتي ويجي يديروا معايا كاسكروب خبرك اخر الاخبار لا شنو هي غندير حلالي في القريب انا وخالد ايوا واش غنقول الله يكمل عليكم بالخير ونتمنى لكم حياه زوينه والسرور والفرح باش ما كتمنوا ان شاء الله صراحه خالد الله يعمر هذا وكيبغيني كيحماق عليا ما مخلي ما داير عليا شي داك الدري ولد الناس ومربي ومهدي ولا تهلايتي فيه طبيعه حتى هو غير تهلا بكم يخلي ما يدير عليك هذاك صاحبي وانا كنعرف الله يسهل عليه والحمد لله من بغى يدير هذه الخطوه احسن حاجه غنبقاو ندورو غير في الزناقي شوف يقولك لي هرب الزواج هرب الطاعة الطاعة وإن شاء الله أنا فخور بكم لأنك غتزوجي أنت وياه وغتكملي حياتكم وغتولدوا وليدات شوف الحاجة اللي غنقولك أنا الله يسهل عليكم يا ربي آمين والله إلا ماشي فرحانة شي حاجة أكثر من فرحانة الراجل اللي كان بغي غنجمع أنا وياه تحت من سقف واحد وهذه هي سنة الحياة الإنسان كيتزاد كيقرا كيخدم كيشوف مستقبله وكيتزوج بعض المرات كيكون الزوج غلط ولكن دابا الحمد لله من انا مع خالد ما عندي مناش نخاف شوف الزواج راه غير ما انا مغمضه يقدر يصدق يقدر ما يصدقش مع خالد غادي يصدق مليار في المئه انا عارف غادي يصدق وكيف قلت لك الله يكمل عليكم بالخير والله يسهل عليكم واي حاجه غتحتاجوها انا راه الاشاره ديالكم امانه عارفك مروان انت دري طيب وتعامل وعارفين لو وقفنا على شي حاجه ما غتخلينيش والحمد لله يقولك سمام على وجوههم انا درويش ولا قاني الله مع الدراويش واش كراسو داز من هنا ملال خلاتك الراحه الله يكمل عليكم بالخير مره اخرى امين امين بغيتو شي حاجه اتصلي بيا ربي يخليك يلا خليتك الراحه الله يسهل عليك العقوبه لك انت كل شيء كان لغنسة. مالك. جاي بحالك. بدي على مالك وكان عندي المالك وانا راني فوق السلك. وانا راني بخير. وانا راني
اخر همي هما المشاكل. هذه هي هضره اي واحد مزلوط كيبرد على راسه بهذه الهضره، كون عندي المال وكونه دير شي حاجه قلب على راسك او وانت تلقاها تحلم. خليل عندك المال؟ ما عنديش. والناس راه كيكونوه كيقلبوا على كيفاش. انا الحمد لله عندي داك الشيء لحد في القلب. مسكين كتب عليك والله غير بحال بحال كلشي عنده المال في الحد في القد. الا اللي تزاد في فمه معلقه ديال الذهب، باه مخلي لي شي ورثة صحيحه، موت هي مخليالي، جد 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 بوه مخلي لي وانا حمار وبغلى. طب شنو يرد السكان؟ وجوج معزات وخروف. هذاك الخروف مسكين كل عام يقولوا غنعيدوا به، كي تعرف مسكين بالخلع ما كيعيدوش به، العام الجاي هو اللي غنعيدوا به ما كيعيش، مسكين هو اللي بقى. وانتم مزلوطين، هذا هو حالكم، هذا هو تفكيركم، وهذا هو خواناتكم. ما خالي بغات ما نقول لك وحق الله، انا غادي نطج، انا وما اللي غادي نطج. انا دخلت قالت لي ماما كرا، ماما عيطت لها قالت لك قولها عاوتاني تصيفط لك، مش انا يا خويا انايا مكتوب علي هنا لاباس عليا. شتي ليك امك انا ما فهمتش، وباغا الفلوس سبحان الله. ياك ما خدامه كانت صحابك في وزين البابوش، هذيك الطرف العربي كل مره باغا تصايب الكوري، هي باغا تطلع كوزينه قالت لك ما عادش فين، هي باغا تشري واحد جنيه. ما فهمتش ما كتحب انا كنشري واحد الملايين. انا راه هذا اللي دوي مع خالتك، دوي مع خالتك كلها. شنو ندوي معاها؟ قولي لها حرش لي بنتي شي منك لامك. شنو نقول لك امك راه صحابك راه كنجيبها في 120. قول لي تغديتي انا غنسخن غدايا. وسيري ديك تغدا بجوج. سيري يلاه سيري. كمل كمل ديز كل شيء قال لي غنساها. سيري الخطية الصقا. صافي انا كنا مسكينة تخدمي عليهم حمار الناعورة. وابا خالي. مالك خويا بشي كتفكر مبرزاق. واش غنقول لك؟ صراحة ديال الله مستريسي شوية، راك عارف انا قرب اخويا الموعد والله ما عارف. شوف يقول لك المثال قلت خيرها فيها خير، كلشي اللي كاين الامور غدوز بخير وعلى خير وغير طمأن. ايوا نتمناو خير اخويا مروان، راه مبرزت شوية وصافي راك عارف يد وحدة باش يعاون. انا سيدي غنعاونك ونوقف مع خويا باش ما محتاجيشين. عارف اخويا وصية بغيت نوصيها لك وما ديرهاش منها قلة الصبر. وصية اخويا مرحبا. ديك الدرية تهلا فيها خويا خير، الله يعطيك الصحة. شكون خالي شو كتسطع عليا؟ قولك على مانا هذا؟ صاحبي هي كدوي على شي قلتي لي هذيك الدرية كنتي ما كنتش عارفهاش. زعما راك نقولك هذيك الدرية اللي غتزوج بها وغتكون تويا ان شاء الله في الحلال، يعني تهلا فيها ديرها بين عينيك راه تسير. شوف مرة راه مقاتلة ومحاربة وتهلا فيك وانت تهلا فيها. عارف هادشي، عارف مانا البنت الناس مدوز انا وياها عشرة، عارف اشنو كتسير. داكشي علاش انا بغيت نديرها في الدار وبغيت نبقى مكرفسة. بيني وبينك المرأة ديال الدار ماشي تبقى تا هي خيطة بيتي في الزناقة والدورة نقدر بعد غدا كيطراو شي مشاكل كتوليو مفارقين. انت شي ما درتي، انت ضيعت شي الوقت وهي ضيعت الوقت. صح اخويا مروان، ها هو الانسان خاصة اللي يفهم، الانسان يفهمك ويصبر عليك. انتوما باغيين بعضياتكم ياك، وربي ان شاء الله غادي يكمل عليكم بالخير ان شاء الله. هادشي اللي كاين انت نيتك حسنة وهي نيتها زوينة وان شاء الله غادي يكون خير بيناتكم. غتوجد لي شي كادو مزيان واخويا. انا شوف غتوكل على الله، الكادو المخير نجيبو لخويا مالك. شوف انا شحال عندي من خالد دابا بينو وبين باش هذه هضره، دابا بينو وبين باش هذه هضره. عندي لك ما تجيب لي شي مشحون ديال الورد، راه كنعرف مشحون ديال الورد وخصني نجيب شي حاجه اللي غتحتاجها في دارك ولا في عرسك. لا شحال شنو هي؟ ثلاجه. واخويا خالد قبل الزواج نضحك معاك، الثلاجه قبل الزواج. سهل سيدي نجيب لك الثلاجه ونجيب لك الفرانج ونجيب لك التلفاز. كلشي ديالك يلا خليتك راحه اخويا خالد. عندك شي لعيبه؟ اه عندي واحد الغرض دابا خصني نروح. سير سير يلا الله يسهل عليك. الله يحفظك ابا مروان، ان شاء الله في راسك. كي دايره لاباس عليك؟ لاباس بنيتي. كلشي مزيان الحمد لله. كي دايرين داركم؟ الحمد لله جميع كلشي بخير. الحمد لله كلشي كيسلم عليك. وخبرتي اختي درتي ما بغيتي فيا صراحه؟ خالد اللي ما كيبغيش كيقول لي بركه من ديك خطابات ياك اختي. دابا راه جاي والله ما قلتها لي اختي. جيني عفريت. ايوا ماشي مشكل صافي ما تجبديش ليا الصطانع. لا 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 خالتي جيت نستشر معاك شي حاجه. مرحبا حبيبتي. حنا واخا نقولوا ولكن نتوما كتبقاو مولي العقل وكتفهموا احسن منا. مرحبا بنتي شنو كاين؟ انا قررت قالك خالد العرس ما العرس، قلت بلا ما نضيعوا فلوسنا. دابا العرس غلا كلشي غالي، دوك الفلوس زايدين فينا نديروا بهم شي حاجه؟ بصح بنتي والله الا لا بعقلك ملي راعيتي ليها بنيتي الله يكملك بعقلك. هادشي اللي غنقول لك انا بغيتك انت تقنعي. صافي سيري ضربي على حسابي.
حنيتي راه هرس واخا ما تعرفش ديري عباد الله يقول لك ما درتي والو. وراه هادشي اللي قلت انا راه وحده دارته في قاعه واعره كاينين زعما القاعه لتحت راويلي فاش دارت القاعه درتها في لاكاب وهذيك المدقين يلاه شتي ما هذا على كبنيتي والله الا كتفكري بعقلك. وحنا دورت صراحه في بالي مع الدار وداكشي كنا غنوصل واحد 6 مليون ولا 7 راه بزاف بزاف اخرجتي هو العفريت عنده 6 مليون و 7 ولا عاكيت هو دافع الجبهه. فخالد عنده زعما الحمد لله ما عندوش ما خاصوش عايش مزيان هو بغى يفرح بيا وبغى يكبر بيا وقال لك نديرو عرس غيبقى غيبقى قلت انا من بعد تيسهل الله نديرو شي مناسبه ان شاء الله بنتي يكون خير. ايوا صافي حبيبتي ونتمنى كان خير وقولي لي طريقه زوينه كوني هانيه بنتي ديال المشاكل الله يودي واش عارفه خالتك انا غنجبد لك شي حاجه فهمتي ولا تلقاو الله الا كلشي كيشكرك الصغير والكبير ربي يخليك ابنتي الله يخلي لك والديك انا غنبغي نمشي هادشي الا جيت غير كنشربوا معنا واحد القهوه وهذا سيري خالتي والله ما كرهت العشاء نتعشى معاك ولكن هذه بقيت خالي خليها نزلت ياكي صافي خلينا مره اخرى ان شاء الله وعاودي لي هذا ان شاء الله خالتي ندوز انا وماما هاد المره الله يكبر بنتي ان شاء الله سلمي لي طريقه زوينه الله يسهل هانيه بنيتي سلمي على ماماك الله يرضي عليك حبيبتي مبلغه خالتي وكان الزهره اهلا هاكا الدور يا اختي خويا قدرت قلت نضرب واحد الدويره ونمشي اه المهم مبروك عليك الله يكمل بالخير يسهل فاش وراه عارفك انت ومانا القريب ان شاء الله يتزوجوا وتعالى اللي نوقفوا لذاك النهار وقول لي مبروك باقي شو مني كاينه النيه صافي ان شاء الله كل شيء غادي يكمل الله بخير وعلى خير يا ابلغهم الامل والله الا فرحت لك واحد الله يجزاك كل خير تمنى لدريفه وبنت الناس لا لا الله يخطيك ولا قبالك انت ان شاء الله باش نوقف لك فارس ونجري معاك الا كنتي زوين معايا اش بغيتي عندي اخويا انا ما كنفكرش في الزواج دابا خلينا اخويا كسيليباتير ديال راسي قال لي راسي سري هنا نمشي قال لي جاي جينا نجي اها حنا تقدمينا للزواج انت تبقاي ديال راسك مش انا نقدمكم دابا انا نتوما وانتوما اللي غتعطيوني ديك الخطوه واش نزيد ولا نرجع هنايا اه غنشوف كنت هما كيفاش عايشين انا عولتي علينا ما غتزيدي ما غترجعي للور غتبقاي غير في الوسط انت بنتي ليا مكابري دربان خشي طير عليك شي واحد وعلاش لا شتي مسطيه والصراحه الا ما خديتيهاش انت غتفلتها بنت الناس والف واحد يتمناها وانت راك مرضي الوالدين اللي جات في حقك الله مسطيه عرفتي انت هي بنت الناس داكشي علاش كتقولي هاد الهضره الزوينه ماشي هكاك والله شوف انا ما كاش بنت زوج ولكن انا ما كاينش معانا انت الا كنتي ولد خالتي وكنعرف الله يعمرها هضر ما منك جوج هو انت وحده ما كتلقى بحال باها ولا خوها ولا ولد خالتها ما صفينيتك دابا يجيب لك الله رزقك انت صافي كنتي غادي غادي بحالي صافي حاجه خير نمشي بحالاتي يلا باقا خارج الدور لا غنمشي نطلع للدار دابا نرجع للفراغ باقي الحال الدار ولات من هنا باغا تدوري دوره كبيره ويا ما نجيبو سته باقي الحال باقي بالروج ولا دابا يلاه كنا كنقول لكم مبروك وداك الشيء ما تدورش سيري فاطمه الفلوس اللي كانت داتهم خالتك كيما صافي سيري فاطمه الزهراء والفلوس اللي كانت عندي راه داتهم انا منال سيري سيري اختي سيري الله بسم الله الله نهار خالتي حصلتي بخير لاباس عليك اش اخبارك هاني كيفاش مزيان الحمد لله صبحي شتي غاده انا جاي وانت غاده والله الا غاده تقولي غاده ندوز والله بقيت تحت هنا وحنا غنمشيو والله غنمشي هذه هي وقت خالد وجايه غير خزنه جيت على شي حاجه مع خالتي راه قديتها نتمنى يكون خير لا لا غير خير ان شاء الله غير خير على المناسبه وداك الشيء انا حق نسيت انت راكي كتوجدي ما مسالياش اختي الزين ديالي كنت نيت غنعيط لك مزيان من تلاقينا انت اختي محتاجاك فشي حوايج ما تجبديش ليا الفلوس جبدي ليا قال لك يقول لي ولكن ضروري ناخذ حقي ضروري الكادو هذاك الكادو على راسي وعيني الثاني كل خير انا اختي بغيت غير ديالي غير الكادو ما نقول لك حتى شي حاجه الكادو اختي في عيني ويلا انا انت الخاس عندنا انت راك عارفك عندك مع هادشي شوفي ليا شي صالون زوين بغيت ندير عنده كلشي وشوفي الثمن يكون زعما دايرين شي برومو ولا شي حاجه ماكياج وكلشي كلشي شوفي ليا شوفي الثمن مناسب صافي اللي كنمشي عندها كتطلع الحريصات فنين وكدير الماكياج لا علاش مناسبه في الدار صغيره براكه علاش ما درتش لها صافي قررنا وداكشي هادشي علاش جيتي بيني وبينك غير ساهرس والله حنا يلاه بادين داكشي زيد فينا الله يكمل بالخير حتى جيتيني نمشي معاك تقدري شي حاجه شي حاجه عيطي ليا غندير معاك وقيته نمشيو لدرب السلطان تا نبغى نخشي البيجامات اختي ضروري عارفه راني غادي نكمل الهضره لداخل صافي راني ساتا وتا الله يسهل عليك على الدار يلا حبيبتي سلام عليك الناس وجاب ليها الله حبيبي تا هو ولد الناس الله يكمل عليهم بالخير عقب ليا يا ربي شي دير هاد الناتشي خليل عمرك طويل طالع علينا لدارنا توحشت راجلي ماشي من حقي خطيبي خطيبي
الله يرحم لك الوالدين، تنتزوجو جاي لدارنا، تشوفي شي خطيبات عليك، سير ندير نفس شويه. جيت ندوي مع خالتي ماشي من حقي. اه دوي مع خالتك بلا بي انا. بلا بيك انت، الهضره في العيالات. انت على حياتنا الصراحه، قلت لها خالتي ما عندنا ما نديرو بالعرس، وتضيع تضيع الفلوس، وانا اختي وبغى نتستر ونبقاو مفرحين ريوسنا. منال، ديجا دويتي معايا في هذا الموضوع وقلت لك لا. انتي اصلا النهار الاول قلتي لي باغي ندير العرس باغي نفرح براسي وليله في العمر دابا ما بقيتيش باغي ندير العرس ما فهمتش انت عزيز عليك خسر الفلوس هذه مشكلتك انت انا بان لي تال من بعد سهل علينا الله ولدنا شي وليد وبنيه ونديرو شي اسبوع كبير بلا ما نبقاو نديرو في الزناقي صافي نتوكلوا على الله العرس غدا يطولنا وسبحان مبدل الاحوال ما بين ليله وضحاها وليتي باغا ما ديريش العرس وباغا غيرك ما فهمتش قال لك عرس ليله تدبير وعين انا فكرت مزيان بان لي قالك لا بالي ديري واحد المزيان ملي درتي تصداق لا ما نعطيك والو حرام عليك اه دابا دير معايا الصداق 10000 درهم وقلتي نشري لك الذهب صافي ملي نسيتي الطوموبيل ماشي مشكل انا الطوموبيل هذيك مسيني عليها يا كمان سير لدارك وهي هادي ما بغيتيش العرس راه ما عندك ما ديري بها احسن درتي فيا خير وفي راسك وفي الكل هذا هو راه في بالك تلقى هضرتي مسلكه وما انا راه عارفك انت رايتي ليا لا ولدي خسران وبزاف د الحوايج هذاك الشيء طايح ليا فلوس نخبيه ونديرو ذهب لدوير الزمان بزاف ديال الحوايج انا صراحه وكل عباد الله ويدوفك سبحان الله كتعرف فيها عطيني عطيني الواحد يعطيك بشي كروشي يضرب لك راسك ما عليك ما تقدرش تعرفك كتبغيني انا لا كنبغيك وكنموت يلا سخالي مرحبا صافي تسدي عليا نخف باي باي يلا سلام سير دار واخا اللي دخلتي ولد الناس جاب لي صراحه بنت الناس على كيديدو ما تمحلو ما تعذبو هي ظريفه وبنت الناس والله يعمرها دار صراحه شكون باقي يلقى فحال هاد الناس ويا بنيتي والله العظيم الا اش غادي نقول لك الا ديك منال الله يعطيها الرضا جايه مسكينه باش تقول لي خالتي ما بغاتوش يدير العرس وهادي وشو زايدين فينا كاين شي بنت هكا اللي عنده الفلوس وانا خايفه نجيك صراحه مازال انا قلت ليها هو منين جا لي باغي يدير العرس قالت لي عاد وخالتي ملي عارفه عدو ويقول لك لا ما يديروش ومنينوش بدا نشوف واحد عنده انا نبدا نبكي عليه نقول له عاونو دير لي وفعل كبر والله يعني انت غنبغي نبان تبان احسن ليله تدوز باقي بنات الناس الرجال اللي عينيهم عامين ملي نقول لهم تزوج يقول لك فين هما بنات الناس فين هما هاد البنات شوفي خالد مسكين هو ضعيف ما نهضروش اخاتي الحاجه ماشي ديالو بالعكس وسخي وربي ما بغاش يحشمو جاب لي بنت الناس اللي تكون معاه في هذا الوقت ايوا واش غندير الله يرضي عليه كيما هز بينا حتى حنا بغينا ليه شي بنت الناس اللي تهز بيه الحمد لله هي جابها لي الله اي والله اخاتي هي غتخوي عليك الدار صافي لو غتسكن معاك هنا تسكن معايا خوتي هنا صافي انا بغيتي الوجع في كرشي كيفاش غتخوي عليا الدار انا عارفك خالد تموت علي عوينه وحده هو اللي عندك نهار يمشي ما عرفتش اش غدير تسطاي باغي يخوي عليا الدار كاع ما نجوجو اختي نخلي عا حدايا هادشي بالعين ما بغيتيش يدير الدار حيت عارفه كتقولي واحد جوج يهز حوايجو كل شي غيبرك لي فهاد الدار هادي غنبرك انا وانا باكلك انا غنبرك انت حتى انت باكا ونجوج بنيتي وتبقاي باكا معايا هنايا يحفظك الله يطول عليك يا ربي ان شاء الله تعين معايا يسهل الله يسهل عليك بنيتي قلت لك اخاتي انا مابقاوش ولاد الناس قلت لخالد قلت لي واحد دابا الا لقات بحال خوها ولا باها راه ما كاينش عاد الدريه تيقول لك مابقاوش ولاد الناس والدراري يقول لك مابقاوش بنات الناس ومن كاين واش اخوتي واش حنا كرهنا ما لقيناهمش يعني عاد تاكلك في الله ويجيب لك الله دابا بنات شي كامل بدل لي حوايج شنو هو حقي ديال الكيكه وداك الشيء اللي درتو كسكرو ولا هي بغات تشرب اتاي وما درنا حتى حاجه هي بغات تشرب اتاي انا اختي باغا نشرب اتاي كاين حبيبتي كاين كل شيء موجود سيري بدي تلقاي الطابله موجوده خالد فين داكشي اللي موعدني به اش كنمشي في شي الطوموبيل اللي قلتي لي مور الزوج شكون عندك فين هي وانا انا ما عرفتك دابا نسولك مرحبا دابا انا عندي واحد الفلوس اللي غنشري لك بهم طوموبيل ونبقى انا واقف تبغيها ليا لا لا بالعكس ما بغيناش لك نبغي لك كل خير الله يرضي عليك انا راه خديت واحد السلعه خديت بها يعني غراض ملي غادي نتفاجئ غادي غنشري لك داكشي اللي باغي وفلوس العرس اللي كانوا مخزونين حتى ما دفعتيهم على السلعه وراه شريت بيها انا ما عندي ما ندير ماشي مشكل الواحد هو اللي يصبر من بعد ان شاء الله ولكن غير يدخلوا الارباح تفكرني انا الاولى انت الاولى لالا وغنديك وغتعزلي داكشي اللي انت باغي حلف هي اللي انا بغيتك تربح جوج رباحات لكانوا الناس يدخلوا غير 1000 بغيتك تدخل 2000 حي انا حيت غنعطيكم كنت غنعطيكم قلتي لي سير بدي خالد راه تابعك دائما عاطيني وما عمرك ما خسرتي ليا فكرتيني نيت بغيت شي حاجه ماشي شي حاجه كثيره باش ما اقسم الله علاش اللي قدرك عليه الله واش تبغي
ورا شي حاجه ديال العيالات بغيت نقضي بها وصافي خليها مفاجاه. ديما كتقتليني شي حاجه ديال العيالات شي حاجه ديال العيالات وما كنشوف كلشي نبقاو نشرحوا لكلشي صافي عطيني بغيت نمشي للصالون بغيت نمشي نشوف ماما خاص بزاف ديال الحوايج سيري البيت الماليه راه كاين فلوس تما شحال ناخذ شي 800 ولا 900 خذ لا لا اللي عجبك مزيانه اش نقول لك الله يسهل عليك والله ما كذب داك السيد قال لك شي مع العيالات الا كسبيتي بوكا السروال احمد الله وشكر شي انا راه ما كنطلب منك والو كون تشوف العيالات اشنو كيطلبوا والو يلا صافي هادشي اللي باغي حرام عليك والله الا حرام عليك باين عليك ما كتبغينيش لا راك من حيت كنبغيك كان بغيك وكان موت عليك ولكن تكيسي عليا بنت الناس وراني مكيسه عليك شحال ما طلبت منك شي حاجه تكيسي باش ما نخرجوش في الحيط شحال ما غنخرجوش في الحيط معناها شي حاجه زوينه سمعين ما تعطليش لا غير بغيناش من ودي تقولي لنا شي لا لا انت عارفني عارفه حدودي كنمشي وكنجي دغيا يلا سير يلا حبيبي يلا سير صافي يا ربي كلي ما شتي هو ديال الخير الظروف تقول لك باغا 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 والله فاطمه تعال اش غنقول لك الحمد لله على كل حال وصافي ودابا كي كدير منين كتصرف منين كتجيب فلوس باش تعيش كي غدير دابا بيني وبينك شي راه مشي شي وحده برانيه عليا عشيتش الله يعمر هذا وراه كنبريك ولاد الساعه مره هنا تيجيب الله وصافي المهم مروان الا احتاجتي شي حاجه انا راه الاشاره ما ترددش حنا الحمد لله خوت وصحاب وكل شيء الا ما وقفتش معاك في هذه الحزه ما كاينلاش نكونوا صحاب فمزاره هذا هو المضمون فيك والله يطول في عمرك وانا عارف هذا الشيء كامل الا احتاجت شي حاجه راه غادي نجي نقول لك مي دابا الحمد لله عندي باش كنقدر بصح متاكد تعرف انا من بني ما والو يعني راك عارفه يعني راه 100 درهم في النهار تقدني اللي كنعرف هو نفسك هنا واخا تكون محتاج ما غاديش تقدر تقول لي وصافي لا والله حتى نقولها لك هذه المره ولكن الا كنت محتاج ما كنتش محتاج راه ما نقول لك والو سمعتيني صافي واش كدايره امورك انا بخير الحمد لله عارف خدمه ما كنعرفش نبدلها ولكن ما عندناش البالي هاد الساعه شوفي نصيحه من عندي ما تبدلي الخدمه حتى تلقاي ما احسن عندك تقولي غنجلس نشوف الجلسه ما هيش انا ما نقدرش نجلس انا ولفت نتحرك نجلس ملال اش غنجلس ندير والله ما كذبتش الملال في الدار الا ريحتي من الخدمه ولكن فاطمه زهر نصيحه من عندي حتى تلقاي ما احسن ديك الساعه والله يصوب الله يصوب تفكر شي حاجه خاصني نقضيها مزروبه غادي يسد المحل وخاصني نمشي دابا لا لا والله ما والله ما قدرت انا غادي نمشي صافي بيناتنا التليفون صافي يلا بسلامه ساره نتلاقاو من بعد سلامه واه هذه الشمس مزروبه ما فهمتش مالها ما مولفاش ليها تقدر يكون عندها شي حاجه ما تقدر ميمه جابك الله ميمه بغيت نعرف هذيك المراه عندك مالها وليت خارجه داخله مش خارجه داخله فهمتش خارجه داخله ما كايناش في الدار فين كتمشي كون غتقضي شي غراض ولا تمشي عند امها راك عارف السيده باقا جديده في الشوايش يجي هذاك الشيء شويه بشكل خالد ربط القناه السيبه وليدي تما رانا رابط زي السمطه شويه تمشي امي نجوج معزانه غنربط امي شمالك راسك دابا فهميني راه بنات اليوم راه ماشي العقليه ديالكم دابا تبغي العقليه ديالكم كتبغي تبقاي باركه في الدار ما يمكن نص والدورو تاع تعيا وترجعوا للعقليه ديالنا تعيبوا فيها المره الاولى والدورو تاع تعيا ترجعوا للعقليه ديالنا انا عا كنقول لك اوليدي انا عا كنقول لك ودير راسك واخا امي انا غندوي معاها ونقول لها ما تقويش من الخروج ما بغيناش لك دوي معاها وقول لها ملي تقول لك انا غادي خارجه ولا فين غادي خارجه دوزي تبركي كنقول لها دوزي تبركي كتقنعني بان غادي تقضي شي غرض تشري شي حاجه غادي عند امها تقنعها بانها خاصها تبقى باركه في الدار قول لها بغيتي تخرجي صبري كنخرج انا وياك امي انا راه خدام تسنى حتى نهار اللي تبرك روبوسي ديال تخرج ولا تجي في العشيه من الخدمه واخا صافي مرحبا هادشي اللي كاين كلمه العيب وما قلتي حتى شي كلمه العيب امي رانا هو العيب بعيني يا الله وامي راه كي عارفه دابا ما دابا ما فهمتيش امي راه كون كانت انت عندك بنتك
راه غتفهمي هاد العقليه، راه الدري دابا راه شويه في شكل. كنت عندي بنتي ما غنبغيهاش السيد. صافي امي انا ما عرفتش. ايوا ما عرفتش سير. بغا شي حاجه اخرى؟ ما بغيت والو، انا ولينا نهضروا ولينا نقولوا المعقول ولينا ما مزيانينش. ودوي مع هاد القرابه امي نقص علينا من داك النادي هذا. الله يسر اوليدي وليتي عز هز هز. نصارى فين كنتي؟ كنت مع مروان مشيت شي فشو. مالك انتي؟ ما كنتيش حاجه بغيت نقولها لك. اش من حاجه تقوليها لي عاوتاني؟ بغيت نسولك واش من باقا كتهضر معاه؟ باقا كتهضر معاه كتشوفو؟ شكون هي؟ مانا مراتك. مع من دوي؟ مروان واش باقا كتشوفو ولا ما كتشوفوش؟ ما كتشوفوش علاش غتشوفو؟ صح فاطمة الزهرة انتي اش كتخربقي مالك؟ شي حاجه شفتها وبغيتك تعرف هذا. وانت اش شفتي؟ دابا انا كنت جالسه انا ومروان مشى هو للطواليت. اه وصلوا ميساج من عند منال. بصراحه راه دخلتي الشك فهمتي، قلت نشوف اشنو بغات تقول لي. صيفطات لي فوكال قالت لي حبيبه ولا خاصينك فلوس انا نعطيه لك. فاطمة الزهرة عارفه اش كتقولي ولا لا؟ خالد والله كنقول لك اللي كاين. تخلينيش غنولي ما ديدي عليك، راه مراتي هذيك. انا حيت مراتي كان مستغربه بحال ما فاهمش علاش صيفطت لي هو هي داك الفوكال. ولكن شوف انا عرفتك ما غتيقنيش، عرفتك ما غتيقنيش. تسمع الفوكال انت انا بحالي بحالك. انا ملي سمعت الفوكال تشوكيت ما عرفتش ما ندير. انا عرفتك ما غتيقنيش، لحت الفوكال عندي وقلت باش نقول لك الفلوس انا اللي عاطيهم ليها. دابا انا كنعطيها فلوس وديهم ليه هو. لا كنا مستنى والو هي وياه، يعني هي وياه بجوج هما بجوج مع بعضياتهم. ما فهمتش راه انا اللي ما فهمتش ياك مروان. هي قالت لي غتصيفط لي لوكاليزاسيون وغنمشي. سمعيني هاد الهضره تبقى بيني وبينك، حتى واحد ما يسيق الخبر وانا عارف شنو غندير. صافي ما قولت لك شنو غدير. ماشي سوقك فيا. سوقي واش باغي تمشي للحبس؟ ما غنمشيش للحبس. واش غدير؟ انا عارف شنو غندير، غنخدم معاهم الطانطو ديالي كما هما مخدمين زعما دماغهم دايرين فيها مريقلين، حتى انا غنوريهم هاد الشيء ديالي. دابا لما تصرى بلا ما دير حتى شي حاجه، انا عارفه الموقف صعيب ولكن بالعقل. سير الدار، سير الدار، انا عارف شنو كاين. يلا وعدنا خالد ما دير والو. سير الدار فاطمة الزهرة. ياك با مروان انا غنوريك هاد الخطر. خالتي انا غادي نخرج نقضي شي حاجه. فين بديتي تاني؟ غير نقضي شي حاجه وصافي، راك عارفه مع خويا والدار وهادي وشي امور ان شاء الله ما يكون الخير. بنتي الله يرضي عليك. خاصك شي حاجه؟ ما خصني والو. خاصك انت تنقصي من هاد كثره الخروج راه عيب، راه ولاو الجيران كلشي في ما تلقى معايا تقول لي مرت ولدك ما كتهبلكش في الدار. خالتي خالدي خاصني 16 معاه تيق فيا وكيخليني نمشي وعارف الاغراض اللي كيكونوا عندي. ما عندكم مناش تخافوا، راه غير هاد الفتره وان شاء الله غنبقى باركه غير في الدار. وخليني نمشي معاك انايا. لا لا ما نبغيش نعذبك والوراق والشمس دابا. على بالك راحه، المهم عمشي جنبي بجنبك بنيتي، وانت الا شافوني خارجه معاك راه خارجه هي وعدوسه. خالتي راه نبغي نديك معايا، ولكن الا خرجتي معايا الدار غتبقى مكرفصه، شكون غيجمع؟ يجي خالد يلقى ياك عا حنا بيناتنا وقت اللي جينا اختي ونجمعوها. كعارفه خالد عزيز عليه النقا، يلقى الدار خاصها يبدا عاير فيا انا. نجمعوها ماشي وحده تكالي هنا وحده تكالي هنا. نجمعوها انا وياك نقادوها ونخرجوا مع بعضياتنا. الله يخليك والله الا ما نبغيش نعذبك، غنمشي نقضي اموري دغيا وان شاء الله ما كاين الشر بعد تلقاني هنا. وبنيتي الله يرضي عليك. نقصي شويه خلي هذا الشيء يقوموا به داركم وشغلهم يديروا الراسم. انا عارفه نقصي حتى شويه يلاه تجوشي ويلاه هذه كون بعد عاولتي وليدات مخرجه وليداتك بعدا في يدك قالوا راه خارجه مع وليداتها. راه شنو عيبه حبيبتي؟ عندك الحق اخالتي وكلامك هو الكبير وانا عارفك غا خايفه عليا، هذا الشيء ما غيعاودش يتكرر. غا هاد الايام كما قلت لك صبروا معايا وصافي ما يكون الخير. واش نقول لك؟ قولي لي قولي حيت انا مني بغيتي شي حاجه؟ ما بغيتش بنيتي حتى حاجه. وقول ما بغيتش بنيتي حتى حاجه. بصح تمشي يا هاني وتجي هاني، هادشي اللي بغيتو بنادم يبقى علينا بقطرة الهضرة. خالتي ما كاين اللي غيدوي علينا، انا ملي كنخرج راه كنكون غير مع ماما ولا خوتي، يعني ما كاينش اللي غيدوي. اللي غيتلاقى معايا راه عارفني مع والدي. بنيتي مع ماماك ولا خوتك هي حدا داركم، اما من هنا راه كيشوفوك غادر بوحدك وجيو بوحدك. هي هيجيو عندك ماماك وخوتك هنا وخرجي انت وياهم. واخا خالتي كلامك هو الكبير ما يكون الخير. والو انا والله ما بقيت فاهمه شي حاجه. ولي كيفاش قاعد يتكبر مروان؟ وخويا خالد راه مع الوقت وصافي والله الهم اللي ما عنده الهم
وندوري حمار شو كيقولوها والله العظيم غابر واخو اخويا كنسولفك بعد مرات كتجاوبني معطل كتصيفط لي ميساج انا كنكون نعس وراك عارف قول لي كي داير مسقوط مع تمام قول لي ما بقيتي خدام لا والو بشحال درتي الله في راسك شحال هادي وانا عاد على راحه وصافي هو باش باش كدي باني الوقت وا كندي باني بريكولات بحال هكا اللي عندو شي حاجه كنمشي نقضيها معاه كنجيب مثلا شي تليفون عند شي واحد بيعاود فيه البيع بعلاش 6000 وقاعد نروح عليا انا مروان راك مدبر على شي وحده كتصرف عليك كيفاش انا مدبر على شي وحده كتصرف عليك ولا شي مهم وانا دابا قدي طول وعرض غنتسنى في وحده تصرف عليا خالد والله يهديك واش هذه هضره ديال الدراري ما عرفتش كنضحكوا معاك انا خويا راه كنبريكولي نسيت والله الا نسيت والله مالك واحد السيد داير معايا انا نهز معاه شي رحيل نمشي راه داير معايا مع الثلاثه بقات لي نص ساعه هو ساكن تقريبا لتحت وجيت الحي عنده شي حلم كبير واقع بحال لا علمك الله وراك عارف هو دابا صيفط لي ميساج قال لي راه الكاميون جا وكنتسناو فيك المهم خويا خالد ما نمشي نعاون لا لا خليك الله عليك بالله والله يا خويا اش خليك او مخلص انا واش هادشي دايروا لي لا نمشي نعاونك فابور راك عارف خويا هادشي لا لا خليك اخويا خالد شوف الله يكبر بك وان شاء الله نتمنى تكون بخير وعلى خير وحياتك تمشي مزيان وحتى شي حاجه صوني ليا سير الله يسخر لك يلاه خليك راحه اخويا خالد شوف ما ندير فيك والو ما تبقاش تفكر بزاف ندير بي راه حاكم يلاه الله يعاونك سير سيف ما تقول بحال هكا باقي دابا انا راه ماشي انا اللي مجوج بيه راه انت اللي مجوج بيا انايا اللي كنعطيك فلوس ونصرف عليك انا سير ابو مروان ها هي عندك يا ربي الله يا سيدي شكون خالتي بنيتي الباب راه محلول وانت اللي حل الباب ما كاينش معنا وهي اللي خلات واقيلا محلول خرجت ثاني فين مشات موش ولا عارف قالت اختي عندها شي اغراض كتقضيهم مع دارهم ما عرفناش شنو هما هاد الاغراض اللي كتقضي مع دارهم كل نهار كل نهار لا اله الا الله محمد رسول الله ما عرفت يكون عندهم شي حاجه ولا كيوجدوا شي حاجه ولا كاينه هي ها كاينه هي فاطمه الزهراء بنيتي اللي غتقوم بهاد الاعمال او بزاف بزاف يوميا يوميا مع الدخوت مع الدخوات خالتي اش غنقول لك واحد اللي ما يقولش ليه دماغ غتقولي ليه انت والله يصوبو صافي معليش معليش اش نقول لك خالد عرفها خارجه وباقي كاع ماشي قالت لك اختي راجلي عالم عليا وعارف لي كنخرج هو اللي عاطيني الاوكي باش نخرج فاش غنقول انا صافا علاش عطلت عليك شويه وصافي ودي انا مولفه تعطات بخير امور مزيان صافا ما صافا والله العظيم خلع الله وصافي مالك بنتي ليا مخلوع لونك صفار اش كاين تلاقيش مع خالد واش نفهم هضره شفت هضره وحسيت بيه بحال عارف شي حاجه مروان واش كتفلى على راسك ولا كتفلى عليا حتى كنقول لك اللي كاين فاش ما كنتفلى انا ديت معاه وجه مع داك ليا وياك ما طايع على شي وحده كتصرف عليك ولا حير الهضره بالريض راه انت قالك المحسوس مقروس خالد دمدومه وهذا الموضوع ما طايش ليه كاع في باله راه غير انت اللي خايف من راسك والله ما عرفتش واش ديال انا ثق فيا وانا راه تيقفك وكنبغيك وبزاف د الحوايج ولكن راه ملي كنشوف فيه واحد الحوايج كيبداو يطراو كتخلع وكتراجع راسك شويه كون كان شي حاجه غنعرفها انا الاولى اللي ساكنه معاه وعارفه اسراره وغيبين لي غيلمح ليا ما كاين والو غير انت خايف وراه من حقي نخاف ومن حقي نراجع راسي شويه وانت عارفه هادشي وانا اللي عندي قلتول مروان هادشي راه بديناه بجوج غنساليوه بجوج ما يسحبش ليا قفقاف لهاد الدرجه ماشي قفقاف خالد صاحبي وما كنبغيش انا نتحكم على شي حاجه اللي طرا طرا ما كاينلاش دير عليا هادشي كامل صافي لالا يلا جاك تعني بالضمير ما مشيتش علاش تعني بالضمير انا هذاك الشيء اللي وقع لي معاه جيت عاود تول كمان الله يهديك خالد غتلقى هاد هو فشي موضوع اخر ولا شي قصه سمعها ولا غا شي حاجه ما عرفتش كنتمنى كنتمنى ما ديش عليه ستريس شويه داك الشيء علاش جيت كنهضر معاك بحال هكا مروان هاد الشويه عليك وبالحق وتبت انت راه انت اللي غتولي فارش انا لقيتي بحال هكا وصافي دابا فين غنتغداو حاز معاك شي فلوس هادشي اللي كتعرف انت بغيت تحيد الخلعه بالمعله وانا لا لا الفلوس مال عليك على العمده او هذا الكات عندك شي فلوس باش نمشيو نتغداو ونمشيو نهبطو لتحت على جزا الريان اودي مرحبا بك نغديك ودايره حتى بحساب نعطيك شي حاجه ياك هو حتى نتغداو هو دابا رجعتي ليا المورال ها كتشوف الفلوس كتولي فرحان ورا الفلوس هما كلشي والفلوس هما السعاده الفلوس هما الحب اش كاين شي حاجه بالفلوس يلا مرحبا بك واللي ما عنده الفلوس لا ممسوس يلا ودابا هي
قدام انا اش غنقول لك صالح كيعجبني معاك الحال ملي كنخرج انا وياك وناخذوا راحتنا والله ما نكذب عليك صراحه انا راحتي هي معاك وزيديني عليك شانه واش انا نقدر نتخلى عليك ولا نفرط فيك راه من نهار حليت عيني حليت وما عليك انت هي زعما كتبغيني انا داير هادشي كامل وما كنبغيكش ها قولي ليا دابا انا كنحمق على كثر والله ما كتبغيني انا اللي كنضحي وانا اللي كنتقاتل وانا اللي واخا كتعياليني كنصبر على ودك انت هي اذا انا ما كنبغيكش ماشي ما كتبغينيش كتبغيني غير هي ماشي ديك الحده اللي كنبغيك فيها انا راه جاب لك الله لا ما كنبغيش انا نمشي شنو نقيسها فشي قهوه شنو مزيانه على جنب البحر ناخذوها شي حاجه ونمشيو تخليني غنكمل وما عندك ما تكملي انا راه وليت مخلوع خالد وليت كنحس بيه في جنابي ما نكذبش عليك مروان انت مخلوع على راسك مشكلتك انت ياك حيت انا راجل مع راجل مشي كيف ما كنحكى تبقاي وليا انا مشهيه نجلس اخويا فشي قهيوه على جنب البحر ما غنمشيو لا جنب البحر لا جنب الواد يلاه قلنا فين غنمشي وغناخذو داكشي اللي بغينا وغنطلعو نريحو في الدار مكالمين ما قال لنا واحد لا طابت لا تحركت هذا حال زوين صراحه والدار ما شافك حد السلام عليكم نريحو في البحر الشمس ضربنا والغاشي كيشوف فينا ما تعرفي الدنيا صغيره ما عرفتي مع من تلاقيو لما طلعو للدار ريحو جاي قول لنا راسنا ونمشي نمشيو دابا نتقدم وغنطلعو للدار صراحه احسن حاجه ونقول لك واحد الحاجه وشويه ما تقلقش مني واخا لالا زيدي ما عرفتش انا كيفاش غنقول لك ولكن غير وقولي لي شنو كاين شي خلعتيني اش باغا تقول عيقتي باش عيقت تقفقف راه بالسيف القفقف هادشي هو اللي غادي يخرج علينا بحال حنا دايرينها زوينه دابا انت كيبان لك حنا دايرينها زوينه راه مين كتخاف عاد كتجيب لينا الشبهات ماشي خاطري تعامل عادي بحال النهار الاول بحال دابا انا الله يعطيك الصحه يلا نمشيو في قوه الهضره وهادشي كامل غناخذو شي حاجه نطيبوها ومن نطلع قولي طيبه انت عاود ثاني فخنتنا كير انا ضروري انا خويا بغارتاه ياك لالا انا نجيبك ونطيب لك حول ولا قوه الا بالله انا نوريك ابا مروه سالت لها الدار عطاتي داكشي على الثلاجه طيب شو انا لا يبرد الله انا غادي طيبين لك خفيت الله يعطيك الصحه مروان كيعجبني طيابك بغيت ناكل من يدك مروان شوف على بصرك بغيت كنتي طيبي ليا ولكن على هذا الكلام الزوين انا لا غنطيب وغنطحن العصير طاجين الدرجاله كيجي غزال وبنين ما تشبعش منه صافي المهم بدي انت حوايجك انا غادي نقاد داكشي ملي نسالي جي باش تحبها معايا طيب ما تعطلش شكون غادي يبقى لي شكون خالد تحلاتي شوف ان شاء الله لا عرفتي برا خالد غنشرح لك خالد نسيها خالد لا تعاوني غنشرح لك انت غتشرح لي ما والو كلشي باين واضح اش غتشرح لي شرح لي بانك رخيص ماشي راسك بين راسك ماشي ماشي غلط انت تغلفهم غلط انت يا رخيصه انت اش غتشرحي ليا كنت دابا حاجه هو السبب كيفاش تلاقيتي تي معاه هو انا نشرح لك كلشي والبشر واش كتفهم انا مزوجه ولا مزوجه انا مالك كنت معايا انا الاول ما غتمشيش دابا تخليني على قبل واحد اخر مروان عرف شنو كتخرج مع فمك انا ما كنتش معاك ايه غلطه ودازت وخاصك تنسى ما غتنساش بالنسبه ليا انا ياك ما كتحبني نعس على ودنيا شنو دابا تزوج اللي عطى الله عطاه يلا بنتك غتبقاي معايا انا وهذا الشيء هذا اللي بديتو انا وياك غنكملوه بجوج مروان كنت شي دريويش ما قلبتي عليا خويا وجهك كنت درويشه وانت كتقول لي مروان انا معاك انا درويشه خويا ما قلبت عليك وجهي ما والو جاني ود الناس سهل عليا الله يكمل علينا بالخير وانا مالك جاك الحسد والغيره جاني الحسد احش انا كنبغيك وغتبقاي ديالي وعمرك غتكون لي داك خالد سمعتيني واش عرفتي شحال وانا كنتبت فيه وانا معاه ما كنبين ليه والو قلبي كيتحرك غادي تخرج علينا ما كيهمنيش غادي تخرج علينا ما كيهمنيش امانه اللي كيهمني هو غنبقى انا وياك وهاد السيد هذا اللي تزوجتي بيه غتنسي عليك في مره سمعتيني ولا ما سمعتينيش ولا عندي راني قلت لك بلا ما تخليني ندير شي حوايج ما غيعجبوكش امانه شنو اعتبرتي تهديد اعتبرها كيف ما بغيتي اللي عندي راني قلت لك بنت الناس هادشي اللي كاين سكوت انت هو السبب انا ما بغيتش وقلت ليه لا قال لي بقاي معاه وجيبي لي الفلوس باش ما نشوهكش وما نديرش لك وما نفعلش لك ياك صاحبي خويا خالد انا نشكمل الاخ انا هاد السيده كنبغيها وكنت كنقول لها انا ما كنبغيش انا ما كنبغيش انا ما عمرني ما نسيت خيرك يا خالد اش من خير خير ما كانتش عاد تكذبي عليا من الاول كان عليك نهار قال لك هاد الهضره جيت تقوليها ليا ماشي تمثلي عليا راني خفت ولا قلت لك ولا قتلني
جيتكم طلعتوا الخاص. عرفتي نقول لك واحد الحاجه، ما بغيتش نخبص خيديه فيكم، عرفتي علاش؟ انتم كساوين انت بصله بجوجكم. بصحتك. هذي خويا. وانا خليتها لك ربح بيها. الله يعطيك الصلاه. اسمعني نقول لك جوج كلمات. خليتها لك ربح بيها. وانت وراكش غتوصلك. درك نسافتكم للحبس بجوج. اليوم جا ديك الملحه والطعام. قنس. صافي ما يبقاش فيك الحال. انا معاك وما غندوسكش. والله الا بكيفك. ما نسمحش لك تخرجي ليا على حياتي. ولد الناس وهو دابا حصلني في الفساد وبقى معايا ولد الناس. كون كان واحد اخر دخل عليا البوليس وضربني واحد ست شهور ولا عام. صافي صافي بغيتي سيري عنده. الله ياخذ فيك الحق ما بقيت باغا حتى واحد. انا ما باغا لا رجال لا في حياتي حتى حاجه.